بعض الطلبة، وإن شاء الله اليوم غنشوفوا يعني نوتخ إكزارسيس تمرين جديد على تيرين غوس، ولهذا حاولوا ما أمكن تتبع معايا يعني من الأول حتى يعني إن شاء الله للفان، وغادي يكون التمرين بإذن الله واضح ومفهوم، ونتعلموا لي زيتاب ديال تيرين ديال الغوس. إذا باش ما نطورش عليكم التمرين، غادي ناخذ واحد أنفيل أنفين، غادي ناخذ واحد الفيل، صافي فيل فيل أنفين، يعني بحال اللي عندي شي خيط فيل ولا حبل ولا كذا، انفيني يعني انفيني لا نهائي. يونيفورمون شارجي، بحيث لاندا كتساوي كونستون. لاندا باش نتفكروا الاسم ديالها هي لا دونسيتي لينيك دو شارج، يعني شو عندي؟ عندي خيط بحال هكا ولكن انفيني، دونك انفيني غادي ندير نقط، يعني باقي طالع فوق وهنا باقي نازل تحت، دونك انفيني. De densité linéique lambda, يعني lambda constante, يعني في جميع النقاط نتاع الحبل ولا هذا الخيط جميع النقاط، دونك lambda هي نفسها، دونك هنا كاينه lambda 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 في جميع النقاط، دونك lambda كتسمى لا densité linéique de charge، يعني لا densité يعني الكثافة، لا densité linéique de charge. إذا السؤال كما العادة بتطبيق التيورين ديال غوس، غادي نحاول نحسبوا لو شون الكتروستاتيك ديال لو في واحد النقطه من الفضاء. غادي ناخذ نقطه من الفضاء ام وغنحسبوا لو شون هنا. طبيعه الحال عندنا دو ميثود نورمال، كاين الميثود ديريكت. شنو هي الميثود ديريكت؟ بحال هكا كنحسب او، تذكرتوها او هي الانتيغرال ديال دي، هذه كتسمى الميثود ديريكت، يعني كنخدم كنحسب دي او كندير او هو الانتيغرال. مزيان، الطريقه الثانيه وهي اللي بغيناها دابا، غادي ما غاديش نستعمل الطريقه الاولى، غادي نستعمل الطريقه الثانيه وهي تيوريم دو غوس. ولكن قبل ما نبدا يعني نخدم تيوريم دو غوس، غادي نحتاج لي كوردوني سيلندريك. الوغ غير باش نديرو اتفاق بيناتنا، كاين اللي عنده في لي كورد تاعو يعني في لي كورد ديالو لي كوردوني سيلندريك هما هاد رو ياك، وعندو هنا في وهنا عندو زد، رو في زد. انا غادي نبدل رو غادي نكتب بلاصه اف، وبلاص في غادي ندير بلاصه بيتا، والزد غنخليه زد، صافي. دونك انا بالنسبه لي في التمرين ار راه هو رو وتيتا هي في. بطبيعه الحال كنعرفوا ار الا خدينا باش ندير تذكير هذا المعلم ديالي، خديت نقطه ان، فين هي رو؟ رو هي المسافه ما بين ان و او زد، هذا هو او زد، هنا ايكغيك هنا اكس، دونك المسافه. طب الحق خصني ندير يعني الاسقاط العمودي بحال هكا، خاصها تكون زاويه قائمه، دونك هذه المسافه هي او، هي المسافه ما بين ان و او زد. ثم تيتا، انا بالنسبه لي كنت نخدم تيتا، تيتا هي ملي كندير لا بروجيكسيون ديال ان هنا، كندير الاسقاط ديال ان هنا مثلا جات هنا، الوغ تيتا هي نسميو هذه ام صغيره، هي الزاويه ما بين او اكس و ام صغيره، دونك هذه هي تيتا. زد هو هذا من هنا حتى لهنا، دونك هذا هو زد، واللي هو اصلا هو هذا زد، صافي. دونك هادو هما لي كوردوني سيلندريك. اذا انا باش نطبق التيوريم ديال غوس، اول حاجه نحدو المنحى ديال لو شون الكتروستاتيك. مزيان نعاود نرسم الفيل هو هذا، مزيان، وناخذ نقطه ام من ليسباس. بطبيعه الحال كنخدمو بلي كوردوني سيلندريك. اذا شوفوا معايا مزيان هاد البلون هذا اللي دايز هكا، انا نتمنى يكون الرسم مهم شويه مزيان، المهم هكا. بطبيعه الحال ملي كنقول لو بلون سا لو دي كنقصد به الصبور، هاد البلون هذا اي تان بلون دو سيميتري. علاش ان بلون دو سيميتري؟ حنا باش كنعرفو البلون دو سيميتري؟ بلون دو سيميتري عندك واحد لا ديستريبيسيون دو شارج، بحال دابا نقول له هكا، هادي كلها شارج شارج. البلون دو سيميتري خصنا نعرف بان البلون كيقسم لا ديستريبيسيون على جوج، بحال دابا هذا بستاني كيقسم على جوج ولا لا؟ مزيان، هذا سي تان بلون، انا غير رسمته بحال مستقيم، راه ماشي يدي ها هو اليد ديالي. شنو كندير؟ كناخد دو بوان متماثلين بصح، يكونوا مثلا نقطة هنا ام، المماثلة ديالها هي هادي ام. الوغ باش يكون هذا بلون دو سيميتري خاصها تكون لا دونسيتي دو شارج اللي كاين هنايا هي نفسها لا دونسيتي اللي كاين، يعني غو في البوان ام إيغال رو في البوان أن بخيم. بطبيعة الحال أنا استخدمت رو بحال اعتبرت هذا فوليوم يعني حجم،
Alors, la densité volumique du charge sur le point M égale la densité volumique du charge sur le point M prime. كذلك خرج جون كتاع صغيرين مثلا هنا وحده هنا سميها هذه مثلا A غادي نسميها مثلا متماثلين المماثله ديال A هي B دونك رو في البوان A ايكال رو في البوان B الوغ الى تحقق هاد الشروط كيل كو سوا يعني خد اي نقطتين متماثلين عند من نفس لا دونسيتي دونك هذا سي ان بوان دو سيميتري دو لا ديستريبيسيون مي الى كان عندي واحد الحاجه إذا كان هذا كيقسم على جوج ها هي كيقسم لا ديستريبيسيون على جوج ولكن فيت اتونسيون إذا كان عندي رو في البوان ان ايكال موان رو في البوان ان في هذه الحالة هذا ماشي بلون دو سيميتري في هذه الحالة هذا كنقولوا له هذا ان بلون دونتي سيميتري صافي إذا أنا شوفوا معايا مزيان غادي نتخيل هذا لوفي بحال شي سيلندر هذا لوفي خيط بحال هذا الخيط هو هذا بحال السيل هذا هو داك لوفيل ولكن انفيني هذا كيبان بحال شي سيلندر صغيره واحد الاسطوانه صغيره اذا غادي نتخيل انا في المخيله ديالي باللي لوفيل على شكل سيلندر سيلندر ولكن الشعاع ديال السيلندر جد صغير يعني ار يعني الشعاع ديال السيلندر صغير بزاف ها هي نديرو بحال هكا شوف معايا هذه سيلندر ها هي بطبيعه الحال سيلندر انفيني لاخاطش لوفيل عندي انفيني دونك سيلندر انفيني نقطه شتي لو بلون اللي رسمتو انا البلون اللي رسمته راه واحد شنو كيدير هذا لو بلون اللي هو جاي في السبوره شتو لاحظتوا كيقسم السيلندر على جوج يعني البلون هو هذا هذا هو لو في هذا هو داك الاسطوانه عندي البلون هذا هاك شتو كيقسم السيلو على جوج ها هو كيقسمو على هذا النص وهذا النص دابا هذا اللي كيقسمو على جوج غادي نسمي ان بلون دو سيميتري ولا ان بلون دونتي سيميتري بطبيعه الحال باش نعرفو شنو بلون دو سيميتري ولا دونتي سيميتري غادي نشوف نقطتين متماثلتين غناخذ واحد النقطه هنا غو ام وغناخذ الممثله ديالها في هذه الجهه ان بري بطبيعه الحال نفس لا دونسيتي اللي كاين هنا وهنا ها هي عطاوني لاندا كونستانت ما خدامينش برودة ما خدامين بلاندا صافي دونك لاندا في هذه النقطه كتساوي لاندا في هذه النقطه صافي بما ان لاندا هي نفسها في جميع النقط دونك هذا سي ان بلون دو سيميتري متفقين اذا لحقاش على سميتو نعاود سميتو بلون دو سيميتري باسكو كيقسم الفيل يعني الخيط على جوج بحال هكا هذا هو الخيط كيتسمو على جوج وإذا خديت نقطتين متماثلتين لا دونسيتي اللي كاينه هنا هي لا دونسيتي اللي كاينه لاندا اللي كاينه هنا هي لاندا اللي كاينه هنا باسكو قالوا لي في التمرين لاندا كونستونت صافي دونك هذا سي ان بلون دو سيميتري هيا نسمي هنا بي ان اي ان بلون دو سيميتري بطبيعة الحال ما كاينش غير بي ان شوف غادي ناخذ واحد البلون اخر هكا هذا عمودي هو اللي يطوي هكا دايز من امام هكا المهم انا غادي ندير غير هكا غير انا رسمتو غير شكل خط يعني هكا هذا بي 2 سي ان بلون دو سيميتري علاش بلون دو سيميتري باسكو لو في انفيني بطبيعه الحال دابا تخيلي الا كان الخيط ماشي انفيني الخيط هو هذا دابا الا جيت في الوسط ضربتو هكا في الوسط دونك هذا سي ان بلون دو سيميتري علاش كيقسم لي الخيط على جوج النص الفوقاني والنص اللي تحت وكل نقطتين متماثلتين خذ نقطة الفوق ونقطة التحت متماثلين عند النص لاندا مزيان هذا بلون دو سيميتري ولكن إلا جيت واحد خديته هنا هذا ماشي بلون دو سيميتري علاش واش هذا النص الفوقاني قد هذا النص التحتاني راه ماشي بلون دو سيميتري هذا صافي باش يكون بلون دو سيميتري خص يكون هذا النص الفوق بحالو بحال النص اللي تحت دونك هذا نو ولكن حنا عندنا لو في ديالنا انفيني من هنا وسير راه ما تحبش راه انفيني من هذه الجهة وانفيني من هاد الجهه بما انه انفيني خد اي بلون هانت غمض عينك وضرب بلون ها انا درت يدي هنايا سي ان بلون دو سيميتري علاش بما انه انفيني من الفوق وانفيني من التحت غادي نعتبر اليد ديالي بحال اللي قسمت الخيط على جوج النص الفوقاني والنص التحتاني خدو الفوق هنا ضربو هنا فهمت بما انه انفيني دونك النص اللي فوق هو النص اللي تحت صافي اذا بما ان لو فيل اي انفيني خد اي بلون داير هكا انا خديتو هنا اجي خدو هنا خدو هنا خدو هنا خدو هنا في ما بغيت سي ان بلون دو سيميتري مزيان غير انا واحد الملاحظه خديت من نقطه ان شوفوا معايا مزيان النقطه ان تنتمي للبلون دو سيميتري الاول وكتنتمي للبلون دو سيميتري الثاني اذا اول حاجه شنو غادي نكتب الايتاب ها عقلتوا على لي زيتاب ليتاب نيميرو 1 في تيوغان دو غوش سميناها اوتيليزاسيون دي سيميتري هاد الشيء خصني نضبطو مزيان وخصني نكون فاهم utilisation des symétries مزيان الوغ شنو قلت انا
P1 et P2, deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie. Mazien. Et on a. شوف نلاحظوا على النقطة M. M تنتمي للبلان الأول وكتنتمي للبلان الثاني. قلنا M appartient à P1 et نعم نكتبها M appartient à P2. ألوغ نحل واحد القاعدة. إذا كان عندك أن بلان دو سيميتري هذا هو يديك، يدي هو البلان دو سيميتري. متفقين؟ وعندي واحد النقطة M كاينة هنا في يدي في البلان. شنو خصك تفهم؟ خصك تفهم باللي لو شون إلكتروستاتيك في هذه النقطة كاين هنا هنا في يدي. ماشي داير هكا. نديرو هاد السينو هو لو شون الكتروستاتيك ماشي هكا كاين في لو بلون يعني لو شون الكتروستاتيك اللي هو السينو كي داير مع لو بلون باراليل صافي الوغ بما ان النقطة ان تنتمي الى بي ان دونك لو شون الكتروستاتيك فين كاين كاين في بي ان وبما ان ان تنتمي الى بي 2 سا فو دير بلي لو شون الكتروستاتيك حتى هو كاين في بي 2 سا فو دير لو شون الكتروستاتيك في النقطة ان بطبيعة الحال كاين في بي 1 في نفس الوقت كاين في بي 2 مي كنقول كاين في بي 1 وكاين في بي 2 سا فو دير ينتمي الى التقاطع او يوازي التقاطع صافي اذا بما ان لو شون الكتروستاتيك او في النقطه ان كاينه في بي 1 وكاينه في بي 2 دونك لو شون الكتروستاتيك لا ديريكسيون ديالو يعني الاتجاه ديالو هو التقاطع ديال بي 1 و بي 2 دونك شنو غادي ندير دونك Le champ électrostatique au point M meurt. Mais il s'agit de dire parallèle. Je me fais moi, ça veut dire parallèle. Ça veut dire parallèle. P1 تقاطع P2. بطبيعة الحال حنا كنعرفوا دو بلون المستوى الاول والمستوى الثاني فين يتقاطعوا كيتقاطعوا في مستقيم بيج هذا بي واحد وهذا بي جوج فين كيتقاطعوا شفتو كيتقاطعوا في مستقيم شفتو المستقيم اللي كيتلاقاو فيه هو هذا وهذا اصلا اللي رسمه انا اذا لو شون الكتروستاتيك في النقطه ان فين غادي يكون غادي يكون ماشي مع المستقيم غادي يكون ماشي مع نعاود هذه المستوى بي واحد هذا والمستوى بي جوج اللي هو يدي داير هكا فين كيتقاطعوا كيتقاطعوا في هذا المستقيم هذا اللي مرسوم اذا لو شون الكتروستاتيك في النقطه ان غادي يكون ماشي مع هذا المستقيم شنو المعنى سافو دير في النقطه ان اما غادي تكون هكا ولا غادي تكون هكا المهم وحده فين اما غادي تكون يعني لبرا ولا غادي تكون جهه لوفي المهم انها ماشيه مع هذه واخا متفقين الى جينا دابا نخدمو هذه النقطه ان الى جينا نخدمو بلي كوردوني سيلانديك او لا باس سيلانديك عقلتوا على لا باس سيلانديك شوفوا معايا انت هذا هو المعلم باش نفكركم بها اكس واي زد وهذه نقطه ان صافي دونك من هنا لهنا قلنا هو انا بلاصتو سميتها اخ في التمرين ديالي نسقط هنايا هكا قلنا هذه الزاويه هذه طيطه ومن هنا لهنا هو زد فين هي هادو كيتسموا لي كوردوني سيلندريك كاين لي كوردوني سيلندريك كاينه لا باس سيلندريك شكون هي لا باس سيلندريك هي او ار كاين اللي عنده اورو انا غير قلت لك بلاصتو كتبت اخ او تيتا كاين اللي عنده او في او زد شوف ملي كنجي لهنا هذه هي ان فين هي او ار او ار كتكون ماشيه مع اف سافو دير هكا هذه هي او ار او تيتا كتكون عمودي عليها عمودي عليها وكتشوف في نفس الملحه بما ان تيتا درت الفليش هكا دونك تيتا غتكون هكا و او زد كتكون ماشيه مع هاد او زد هذه هذه او زد هنا كتشوف الفوق دونك تا او زد هنا كتشوف الفوق دونك هذه من هنا شوف معايا مزيان ها النقطة ام هي هذه هذا شكون هو هذا او ار دونك هذا شكون هو هنا ها هو غندير فلاش هذا او ار بمعنى بمعنى شنو استنتج في التالي بمعنى لو شون الكتروستاتيك في النقطة ام مع من يعني ماشي غادي يكون ماشي مع او ار صافي هذا هو لا اذا الاستنتاج ديالي دابا دونك كنستنتج غادي نكتب هنا دونك E في النقطة M مع من غادي يكون ماشي؟ غادي يكون ماشي مع E R إذا شنو غادي نكتب هنا؟ E وغادي نزيد هنايا حداها E R غير شوفوا معايا مزيان غادي نزيد واحد الحرف هنا R علاش زدت أنا R باش نفهم دابا أنا خدام في لاباز سيلندريك شوف معايا مزيان كاينة لاباز كارتيزيان كاينة لاباز سيلندريك وكاينة لاباز سفيريك
مثلا اذا كنت خدام في لاباس كارتيزيان، ملي كنقول لاباس كارتيزيان سا فيدير اي جي كا ولا او اكس او ايكغيك او زد. شنو هي او في النقطه؟ اذا بغيت نخدم في لاباس كارتيزيان، في لاباس كارتيزيان شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب او اكس او اكس زائد او ايكغيك او ايكغيك زائد او زد او زد. هكا خصني نكتبها. مي انا لاباس ديالي اللي دابا خدام فيها خدام في لاباس سيلندريك. الوغ الا خدمت في لاباس سيلندريك شنو كنكتب؟ كنكتب او ام هي او ار او ار بلس او تيتا او تيتا على حسب التسميه اللي سميت انا بلس او زد او زد. متفقين؟ هادشي على زد او ار. مزيان. اذا جات لاباز يعني كارتيزيان هاد او اكس راها سيت اون فونكسيون دو اكس و ايكغيك و زد. هاد او اكس راها كنكتب بحال هكا او اكس اونتر بارونتيز اكس ايكغيك زد. سا فيدير هادي كتسمى لا كومبوزونت، هادو كيتسموا لي كومبوزونت او اكس او ايكغيك او زد كيتسموا لي كومبوزونت ديال او في لا باز كارتيزيان. الوغ او اكس باش كتعلق؟ كتعلق بلي كوردوني كارتيزيان. شكون هما لي كوردوني كارتيزيان؟ اكس ايكغيك زد. كذلك او ايكغيك بحال هكا او ايكغيك عندها علاقه باش اكس ايكغيك زد، او زد عندها علاقه باكس ايكغيك زد. شنو المعنى ديالها؟ يعني من نقطه لنقطه من نقطه لنقطه كتبدل او اكس كتبدل او ايكغيك كتبدل او زد. دونك عندها علاقه باكس ايكغيك وزد. لحقاش من نقطه لنقطه كيتبدلوا اكس و ايكغيك و زد. دونك حتى او اكس و ايكغيك و زد كيتبدلوا. في لي كوردوني لي كوردوني سيلندريك هاد او ار عندها علاقه باش؟ عندها علاقه بار و بتيتا و بزد. وكذلك او تيتا عندها علاقه هيا او تيتا عندها علاقه ار تيتا زد. او زد عندها علاقه او زد عندها علاقه ار تيتا زد. هادو في لي كوردوني سيلندريك. بمعنى شوف معايا مزيان بحال دابا هاد او ار هادي هاد او ار هادي شنو المعنى ديال الكتابة عندها علاقة بار تيتا زد؟ تبع معايا مزيان باش تفهم. يعني ممكن نلقى في التعبير انا نعطيك مثال او ار ممكن نحسبها مثلا نقدر نلقاوها مثلا 3 ار غير مثال ناقص جوج تيتا زائد 5 زد مثلا. يعني او ار باش كتعلق عندها علاقة بار وتيتا وزد. لحقاش هادوك ثلاثة ديال لي فاريابل ار فاريابل تيتا فاريابل زد فاريابل. مزيان هادشي اش كتبت اونتر بارونتيز ار تيتا زد. دونك عندها علاقه بثلاثه ديال لي فاليو. هذا غير المثال اللي عطيتكم انا. دابا عاد غادي نشوف انا هاد او ار واش فعلا هاد او ار هادي واش فعلا عندها علاقه بلي فاريابل بثلاثه ولا غادي يكون عندها علاقه غير بدو فاريابل ولا عندها علاقه بفاريابل واحد. باش غادي نعرف انا واش او ار كتعلق بلي فاريابل ثلاثه ولا دو فاريابل ولا اون سول فاريابل كنستعملوا واحد الخاصيه كنسميوها لانفاريونس بار ترانسلاسيون اي لانفاريونس بار روتاسيون. انا غادي نشرح لكم هاد لانفاريونس. دابا اتفقنا بان او ان كتساوي او ار او ار. مزيان انا نشرح لكم لانفاريونس وتبع مع نمسح هاد الشيء. دابا راه لحد الساعه مازال في ليطاب نيميرو 1 مازال في ليطاب نيميرو 1. الوغ شنو هي هاد لانفاريونس؟ هاد لاكس هذا فوالا نسميه زد بحال هكا يعني هاد المحور او زد. هذا لانفاريونس. شوف معايا مزيان دابا هذا هو الخيط ديالي. غادي الخيط ديالي قلنا على شكل واحد السيلندر صغيوره واللي الشعاع ديالها هو هو يعني ار. هادي هي السيلندر. دابا هذا هو داك لو فيل بطبيعه الحال لو فيل انفيني. اذا انت السيلندر انفيني. مزيان فين هو لاكس او زد؟ هو هذا. هذا هو او زد. سمينا شي نقطة اولا فيما بغيت ندير. شوف معايا مزيان غادي نجي ناخد واحد الخط واحد الخط داير هكا مستقيم. شوف معايا مزيان هذا المستقيم اللي رسمته انا كيوازي او زد. صافي تبع معايا مزيان. دابا راني فين خدام؟ خدام في لا ديستريبيسيون. هذه هي اللي مشارجي انا ما نخدمش على برا لحقاش كنخدم غير في البلاصه اللي مشارجي. هادي هي اللي مشارجي. مزيان غادي ناخذ نقطه هنا ام نسميها ام واحد وغادي ناخذ هنا نقطه ام جوج وهادي ام ثلاثة ام أربعة ام خمسة الى اخره. شوفوا معايا مزيان ام واحد وام جوج وام ثلاثة هاد النقط اللي كينتميو كان من هاد المستقيم. اول حاجه غادي ندير فيش هاد النقط اللي كينتميو هاد المستقيم عندهم دي كوردوني سفيريك سيلندريك اللي سافو ديك ار وتيتا وزد. اول حاجه شنو كتلاحظوا هاد النقط؟ كل ما عندهم نفس ار ولا لا؟ ار ار شحال هي ار؟ ار هي ار صافي. ار هي المسافه ما بين ام 3 و زد. ها هي ار شفتو فين هي ار؟ ها هي
شتي؟ إذا جميع النقط ديال هذا المستقيم كلهم عندهم نفس ار. الوغ شنو غادي نجي ندير هنايا؟ غادي ندير غير باش نعقل ار. شنو المعنى ديال ار؟ سافو دير تو لي بوان ديال هاد لا دغوات عندهم نفس ار. يعني كلهم كيبعدوا بنفس المسافة على أس. مزيان؟ غادي ندوز واحد الحاجة أخرى. شنو بقات لك؟ كاينة ار، كاينة تيتا، كاينة زد. واش عندهم نفس زد؟ لا، هاهي شوفوا. النقطة ام ثلاثة فين هو الزد ديالها؟ من هنا حتى لهنا. النقطة ام جوج الزد ديالها غير من هنا لهنا. النقطة ام واحد الزد ديالها من هنا لهنا. دونك الزد مختلف. بقات لي تيتا، الزاوية تيتا هي الزاوية هكا. الزاوية تيتا فين هي؟ نشوفوا واش عندهم نفس الزاوية تيتا ولا لا. إذا شنو كتلاحظ؟ إلا سقطت هاد النقطة ام ثلاثة فين هو المحور؟ هذا إيكغيك وهذا إكس. إلا سقطت النقطة ام ثلاثة و ام جوج و ام واحد درت لهم الإسقاط هنا في لو بلون او اكس ايكغيك كلهم غادي يجيو في نفس النقطة. هذا هو البلون صافي، هذا محور الأفاصيل، هذا الأراتيب صافي. تبع معايا الأفاصيل الأراتيب هو ذاك المستقيم هو السيرو. المستقيم هو ها انت دير الإسقاط، خذ أي نقطة من السيرو أي نقطة دير لها الإسقاط غتجي في نفس البلاصة. جميع النقط عندهم نفس البلاصة كيجيو فيها من نفس الإسقاط. فهمت؟ بمعنى بما انه كلهم كيجيو في نفس النقطة بمعنى كلهم عندهم نفس الطيطة. إذا جميع النقط ديال المستقيم عندهم نفس الزاوية اللي هي الطيطة. ألوغ فاش مختلفين؟ مختلفين غير في الزاد. ولكن شنو هي الملاحظة ديالنا؟ لاندا في النقطة ام واحد كتساوي لاندا في النقطة ام جوج كتساوي لاندا في النقطة ام ثلاثة كتساوي لاندا في النقطة ام أربعة في جميع النقط. منين جيت أنا هاد الهضرة هادي هاي لاندا كتساوي كونستون. إذا شنو المعنى ديالها؟ هاد النقط هادو مختلفين في الزاد كلهم فين عندهم متشابهين في ار ومتشابهين في تيتا ولكن مختلفين في الزاد. ولكن واخا مختلفين في الزاد كاينه نفس لاندا في جميع النقط. اذا شنو كنقول؟ كنقول باللي او ار ديك شنو قلنا قبيله؟ قلنا او ار ديبون ديال ار وتيتا والزاد. هادشي اللي كتبو او ار نو ديبون با دو زاد، لا يتعلق بالزاد، ما عندوش علاقه بالفاريابل زاد صافي. إذا شنو كنقولوا هذه؟ كتسمى لانفاريونس باغ ترونسلاسيون. بما أن هذا المستقيم، شوف معايا مزيان، هذا المستقيم هذا كيوازي أو زد، شتو متوازيين، وجميع النقط ديال هذا المستقيم، جميع النقط عندهم نفس آر وطيطا ومختلفين في الزد، ولكن كلهم عندهم نفس لاندا. إذا شنو كنقول؟ كنقول لا ديستريبيسيون، لا ديستريبيسيون هي هادشي كامل، لا ديستريبيسيون إي انفاريونت باغ ترونسلاسيون، ماشي إزاحة، ترونسلاسيون هي الإزاحة. فهمت؟ بحال اللي شديت إم واحد درت لها الإزاحة هاي، عطاتني إم جوج، إم جوج كندير لها الإزاحة كتعطيني إم ثلاثة وهكذا، ولكن بالتوازي مع أو زد، إزاحة. يعني شو كتسمى إم جوج؟ إم جوج هي الإزاحة ديال إم واحد بالتوازي مع أو زد. إذا شو كتسمى هاد المرة؟ لا ديستريبيسيون إي انفاريون باغ ترونسلاسيون بالإزاحة باراليلمون بالتوازي مع لاكس أو زد. إذا استنتجنا باللي ما عندهمش علاقة بزاد. مزيان ساليت معاه. شوفوا دابا شنو غادي ندير، غادي ندير حاجة أخرى غادي ساليت من هادي. غادي نجي ناخد دائرة، هذا هو لاكس أو زاد، هذا هو أو زاد، غادي ناخد واحد الدائرة دايرة به صافي بحال هكا مثلا. هاد الدائرة هادي هكا، المهم دائرة هكا صافي. مزيان هادي نقدر ندير نقاط متقطعة باسكو جاية في الجهة الأخرى. إذا هاد الدائرة هادي المركز ديالها هو هاد النقطة. خذوا دابا النقاط ديال الدائرة، جميع النقاط اللي لاحظتو عندهم نفس الزاد ولا لا؟ ها شتي، كلهم عندهم نفس الزاد. بحال دابا هذا هو أو، هذا هو أو، وداك الدائرة هي هنا الفوق. جميع النقاط ديال هاد الدائرة راه عندهم نفس الزاد، الزاد من هنا لهنا، هذا هو الزاد، كلهم عندهم نفس الزاد. إذا جميع النقاط هنا عندهم نفس الزد، ها دونك الزد غادي يكون كونستون. شكون آخر لي كونستون؟ وعندهم نفس آر، ها فين هو آر؟ من هنا لهنا آر، من هنا لهنا آر، من هنا لهنا آر، إلى آخره، كلهم عندهم نفس آر. فاش مختلفين؟ مختلفين في الطيطة. لحقاش النقط ديال هاد الدائرة هادي إلا درت لهم الإسقاط في لو بلون أو إكس إيكغيك ما غاديش يجيو في نفس النقطة، وحدة غتجي هنا وحدة غتجي هنا وحدة إلى آخره، دونك ما عندهمش نفس الطيطة. إذا جميع النقط ديال الدائرة عندهم نفس ار وعندهم نفس زد ولكن مختلفين في الطيطة. شنو كنلاحظوا؟ هاد النقط كلهم عندهم نفس لاندا، جميع النقط عندهم نفس لاندا. إذا ماذا استنتج؟
استنتج ان او ار لا تتعلق ب ال ما عندهاش علاقه دونك باش كتعلق ب ار فقط ب ار شي قصيت دو فاريابل دو فاريابل مشاو كيفاش تقصيت هاد دو فاريابل قصيتهم بالانفاريونس بار ترانسلاسيون قصيت به زد والانفاريونس بار روتاسيون شتي درت الروتاسيون قصيت به زد دابا هادي شنو كتسمى في هاد الحاله هادي لا ديستريبيسيون هاد ني درس الدائره La distribution est invariante. Invariante, c'est-à-dire par rotation. Il y a une rotation d'Awaran autour de l'axe OZ. Donc, d'Awaran est la même, c'est ce qui OZ. Ça fait, il y a un chose qui est juste là. Allez, je vais vous dire, la distribution, mais la distribution est invariante. Invariante par translation. Et invariante par translation parallèlement. Parallèlement à l'axe OZ. Il y a une distribution de charge, mais là, le réel motariera bi izaha bi tawazima OZ. Parallèlement à l'axe OZ. Ah, on va venir sur OZ. On va maintenant O OZ. Et par rotation, yani la distribution est invariante par rotation. Mais quand on parle par rotation, il tourne autour de l'axe OZ. Donc, quand on parle la distribution invariante par translation parallèlement à l'axe OZ, je n'en sais pas, c'est la Z. Seulement, la distribution est invariante par rotation autour de l'axe OZ, c'est la theta. Il y a une chose. Donc, ER dépend de R. C'est-à-dire, ER, c'est une fonction de R. Il y a une fonction de R. Donc, l'expression de la théorème de Gauss, c'est ER a une fonction de R. Ça fait, ça fait. Et dans ce cas, comme on connaît l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, il y a choix de la surface de Gauss. Numéro 2, c'est choix de la surface de Gauss. Et donc, ça représente la surface de Gauss, les radiens de fil. Mais maintenant, le fil est à l'échelle cylindre. Donc, c'est la surface de Gauss, radiens de l'échelle cylindre. C'est-à-dire la surface de Gauss. La prochaine, c'est le champ à la droite. Donc, radiens de l'échelle de la surface. C'est-à-dire la surface de Gauss. Ça fait. هي الكبيرة هذه دونك شحال الشعاع ديالها من هنا حتى لهنا هي ار من هنا حتى لهنا طبيعة الحال هذا راه شارجي هادشي اللي داخل شارجي هذا هو داك الخيط الى اخره هذا راه مشارجي كله صافي هذا هاد الجهة هادي مشارجية اللي هو لو فيل اذا خديت واحد لا سيرفاس دو غوس على شكل سيلندر شحال الشعاع ديالها الشعاع ديالها ار R شنو هي المسافة ما بين النقطة و يعني الأكس أو زد هذا هو داك أو زد دايس في الوسط زد ناخدو شي نقيطة هنا أو إلى آخره مزيان دونك هادي أو زد والأكس هو حتى هو لتحت بطبيعة الحال أنا كنحسب لو شون إلكتروستاتيك في النقطة إذا ولا بد خص تكون داك النقطة اللي كنحسب فيها لو شون ضروري خصها تكون كتنتمي لا سيرفاس دو كوس بحال هذاك المقطع نقولوا هنا جات هنا ولا هنا المهم خصها تكون في لا سيرفاس دو كوس اذا شنو هو الشوا دو سيرفاس لا سيرفاس دو كوس لا سيرفاس دو كوس كي ديرا ان سيلندر اي تان سيلندر سيلندر اي تان سيلندر دو ريون دو ريون ار شعاع ديالها هو ار مثلا اي دو هوتور شحال الارتفاع ديالها مثلا غادي نقول داك لا سيرفاس دو بوس اللي اختاريتها الارتفاع ديالها من هنا لهنا غادي نقول من هنا لهنا اش صافي اي دو هوتور اش صافي هادشي اللي كاين دونك هادي هي لا سيرفاس دو بوس كي كونتيان لو بوان ار بطبيعة الحال النقطة M اللي كنحسب فيها لو شون إلكتروستاتيك خصها تكون في لا سيرفاس دو غوس
Donc d'abord, quand il y a l'autre étape, l'application. L'étape numéro 3, application théorème de Gauss. Et donc, on dira application RT-SARAN du théorème RT-SARAN de Gauss. L'étape est très claire, on applique le théorème de Gauss. Alors, je suis là, quand ça va, le flux. Il y a le théorème de Gauss, donc le flux sortant d'une surface fermée, la date avec laquelle on dit ça, ça veut dire surface fermée. Il y a la surface de Gauss. Quand c'est bien E scalaire ds, quand c'est bien Q intérieur sur epsilon 0. Donc, on dit ça. Alors, mais t'as bien fait, c'est bien le flux. Alors, il y a ce qui est le flux, il y a le champ électrostatique, qui est de la surface de Gauss. Il y a le trail, il y a la surface de Gauss, il y a le trail, il y a le trail, le champ électrostatique. Alors, le champ électrostatique, بحال اللي غادي يخرج مع لا سيرفاس ديال الفوق ولا سيرفاس ديال التحت والجناب. دونك دابا الماء الا خرج من لا سيرفاس دو كوس شحال غيكون الفلي؟ شنو هو الفلي؟ هو او سكالير دي اس. شنو هي دي اس؟ بحال دابا الا خديت الوجه الفوقاني، شوف معايا انت الوجه الفوقاني هو هذا، هو هذا الدائره، صافي من هنا لهنا غادي ناخد واحد. شكون هي الدي اس؟ عقلنا على الدي اس، شفناها في الدرس، قلنا الدي اس كتسمى فيكتور سيرفاس اليمونتير، كتساوي دي اس فوا ان. شكون هي ان؟ هي المتجهة اللي كتكون عمودية على هذه، كتسمى نورمال. وديما بما ان السيرفاس دو غوس، سيرفاس دو غوس كي دايرة فيرمي، الوغ بما ان لا سيرفاس دو غوس فيرمي، هي واحد لا سيرفاس فيرمي، ديما ان كتكون ليكستيريور، دايرة لبرا. اذا ان غتكون بحال هكا عمودية البر. شنو قالت لي؟ قالت لي دي اس، عفوا هذه ان، دي اس هي هذه، بحال دابا غادي نقول هذه دي اس، واحد المساحة صغيرة، هذه ان عمودية. مزيان، ان برا، شنو باقي لي؟ او، او قلنا قبيلة مع من كيمشي. ياك برهنا قلنا بلي او كتساوي او اخ، او اخ. دابا خصني نشوف او اخ. دابا انا فين رسمت ان؟ رسمته هنا، في هذا المنقيطة هذه. ها هي هذه داك الدي اس، الدي اس هي هذه، واحد النقيطة هنايا ورسمت ان. دابا في هذه النقطة هذه كي دايرة او اخ؟ ها هي في هذه النقطة هنايا، داك النقطة هذه اعتبرها انت هنا هي هذه. فين هي او اخ؟ او اخ ديما كتكون عمودية مع او زد، او عمودية على او اخ، عمودية على او، يعني او اخ ماشي هكا، يعني او اخ غتكون هكا. بمعنى او اخ و ان متعامدين. إذا في الوجه ديال الفوق الفوقاني او ار و ان متعامدين. إذا كانت او ار و ان متعامدين، إذا الجداء السلمي ديال هذا وهذا شحال كيساوي؟ زيرو. لأن شنو كندير؟ هذا جداء سلمي هذا، يعني هذا جداء سلمي هذا، هذا وهذا متعامدين، دونك الجداء السلمي زيرو. إذا لو فلو شحال كيساوي؟ زيرو. إذا لو فلو اللي كيخرج من هنا نول، كاينش، إذا لا داعي باش نخدم به. كذلك الوجه اللي تحت، الوجه اللي تحت ان في كتشوف، كتشوف ديما لبرا، يعني ان كتشوف لتحت و او ار ماشي هكا متعامدين. اذا انت هو لو فلو اللي كان هنا زيرو. دونك لو فلو اللي كيخرج من الوجه اللي الفوق والوجه اللي تحت زيرو. الوغ شنو بقى لي؟ بقى لي لو فلو اللي كيخرج مع الجناب ديال السيلان، هو اللي غادي يتحسب. صافي، هادشي اللي غادي نديرو. دونك شحال هو لو فلو اللي كيخرج مع الجناب؟ دابا مساحة اش ندير هنا؟ الوغ هادي النقطة، بطبيعة الحال غادي ناخد واحد المساحة صغيرة دي اس، انا غير درتها هكا قطعة، هادي راها مساحة صغيرة هنا، صافي؟ إذا ان كتكون عمودية، ان غادي تكون دايرة هكا، صافي؟ هادي شكون هي؟ دي اس، هادي هي دي اس، صافي؟ مزيان، هادي ان، او ار فين جات في هاد النقطة؟ تا او ار جاية هكا، دونك شنو كتلاحظوا؟ او ار و ان عندهم نفس الاتجاه ونفس المنحة، صافي؟ إذا شنو غادي نكتب؟ إذا لو فلي شنو غادي يساوي؟ ها هو الانتيغرال، او باش غادي نعوضها؟ غادي نعوضها بـ او ار، هادشي اللي برهنا عليه، والدي اس
il y a dsn qui est q intérieur sur epsilon z. Mais bien. Alors, er scalaire n. Quel est le jeu d'absolami de er n? On a compris le jeu d'absolami, يعني er scalaire n, هو المنظم ديال er. في المنظم ديال n في كوسينوس الزاويه بين نسميها تيتا ولا الفا. المنظم ديال er واحد، المنظم ديال n واحد، شنو بقات الكوس ديال الفا؟ شحال هي الزاويه بيناتهم؟ er ماشي هكا و n ماشي هكا، دونك الزاويه بيناتهم زيرو والكوس ديال زيرو واحد، دونك هادشي كله شحال كيساوي؟ واحد. اذا هذا جداء سلمي هذا واحد. غادي نمسح هادشي، اذا شنو بقات النتيجه؟ بقات لنا بحال هكا. L'intégrale, je me prête, E1 ds, 4 Q intérieur sur epsilon 0. Ça fait? Alors, ER. Combien ER est-ce que tu as? Tu as la faute ER. Il a la faute de la surface de Gaussier qui dira. Quand tu as la faute de la صافي خذ واحد النقطه هنا بشحال بعيد على او زد ار خذ واحد النقطه هنا بشحال بعيد على او زد بحال هكا ار يعني خذ اي نقطه من لا سيرفاس دو غوس هي لا سيرفاس الكبيره جميع النقط عند نفس ار وحنا شنو قلنا او ار ديبون دو ار كتعلق بار بمعنى الا كانوا عندنا مجموعه من النقط عند نفس ار راه غادي يكون نفس او ار بحال بحال وإلا كان داك النقط مختلفين في R ما عندهمش نفس R دونك راهم مختلفين في R واش فهمتوا هذه الفكره هذه إلا كانوا مجموعة من النقط عندهم نفس R دونك عندهم نفس R ما عندهمش نفس R ما عندهمش نفس R ألوغ هاد النقط هادو اللي جايين في لا سيرفاس دو غوس كلهم عندهم نفس R نفس R دونك عندهم نفس R سا فو دير ER في جميع النقط ثابتة كونستون إذن ER راح كونستانت إذن تخرج من الانتيغرال إلا خرجت من الانتيغرال غتجي ER شنو غادي يبقى في الانتيغرال غادي يبقى الانتيغرال ديال دي اس شنو هو الانتيغرال ديال دي اس هي اس مساحة شنو كتسمي كو انتيريور سوغ ايبسيلون صفر واخا مزيان شنو هي كو انتيريور كو انتيريور هي لا شارج اللي كاينه لداخل من لا سيرفاس دو كوس هادي هي لا سيرفاس دو كوس مزيان فين هي لا شارج اللي كاينه لداخل ها هي باش نتفاهم غير من هنا لهنا هاد الجهه هي اللي مشارج هاد السيلندر هادي اللي رسمتها انا تا هادي رسمتها على شكل سيلندر هادي شحال الارتفاع ديال هاد السيلندر هادي اش حتى هادي الارتفاع ديالها اش اذا هاد السيلندر اللي مشارجيا ولا سيرفاس دو غوس عند نفس اش اذا شنو هي كيو انتيريور هي لا شارج اللي كاينه في هاد السيلندر الصغيرة متفقين دونك هي لا شارج اللي كاينه في هاد السيلندر الصغيرة الوغ السيلندر الصغيرة راه خيط سي تان فيل غير هاد السيلندر الصغيرة راه سي تان فيل ولكن الشعاع ديالو كيدير صغيرة انا غير بحال كبرتها راه الشعاع ديالو جد صغيرة صغير بزاف اذا باش غادي نخدم بلاندا لحقاش في التمرين عطاك لاندا دونك خدم بلاندا حنا شنو هي كيو كيو هي لانتيغرال د لاندا دي ال لحقاش التمرين عطينا لاندا كون كانوا عطيني سيغما غادي ندير جوج ديال لي زانتيغرال وندير سيغما دي اس كانوا عطينا رو غادي ندير ثلاثه ديال لي زانتيغرال رو دي اف دونك عطيني انا غير الاخر غادي ندير هكا لانتيغرال لاندا دي ال لاندا كي دايره كونستونت غادي تخرج اذا شنو غاترجع او ار فوا اس كتساوي لاندا على ابسيلون زيرو شنو هو الانتيغرال ديال دي ال هو ال شنو هو ال ال هو هذا هو الطول ديال هذا السيلندر الطول ديال هذا الخيط هذا لحقاش شكون هو الانتيغرال دي ال هو ال ال هو الطول ديال هذا السيلندر شحال هو الطول ديال هذا السيلندر الصغير هذا من هنا لهنا شحال هو هذا اش اذا شنو غادي يعطيني اش صافي يلا دابا نكمل الحساب ديالي واش متفقين قلنا الانتيغرال ديال دي ال هو ال و ال هو الطول الطول ديال هاد الشيء اللي مشارجي هاد الشيء اللي مشارجي شحال الطول ديالو من هنا لهنا اش دونك انا سميتو اش دونك اش نسيت انا واحد اس فوا اس يلا او ار فوا شكون هي اس
S هي المساحة ديال لا سيرفاس دو غوس، هادي S المساحة ديال السيلندر الكبيرة، صافقين؟ شحال هي المساحة ديال السيلندر الكبيرة؟ هادي بما أن السيلندر كنعرفو المساحة ديال السيلندر، المساحة لا سيرفاس ديال السيلندر هي محيط القاعدة في الارتفاع، شحال هو المحيط القاعدة؟ دو بي اخ، دونك دو بي اخ لحقاش الشعاع من هنا لهنا في الارتفاع اللي هو اش، تساوي لاندا سور ايبسيلون زيرو اش. إذا كما كتلاحظوا اش اش مشات ودابا غادي نخرج او اخ. إذا شحال كتساوي او اخ؟ كتساوي لاندا، وهاد دو بي اخ تجي للمقام دو بي ايبسيلون زيرو. شفتوا الملاحظة ديالكم؟ شنو قلنا قبيلة؟ قلنا او اخ ديبون دو اخ، يعني او اخ كتعلق بار فقط. هاي شتوها فين كاينة اخ؟ ما كايناش تيتا، كاين شي تيتا هنا؟ والو، ما كايناش الزد، كاينة فقط اخ. الوغ فينالمون شحال هو لو شون الكتروستاتيك في النقطة ام؟ شنو كنا كتبنا؟ كتبنا او اخ، او اخ شحال هي او اخ؟ لاندا سور دو بي ايبسيلون زيرو اخ او. Merci.